دمك. لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن وقوفنا وإياكم أمام الله. آمين إن شاء الله. الله يا أخوان، القرآن كله يحرك القلوب. يعني لو نتدبر هذه الآية: وما من غائبة، فيها مد، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. يعني ما بتسوي وما حصل في السماء وفي الأرض وانت ما بتسوي يا ابن آدم، والله أن تجده في كتاب. ومشكلة هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى وصفه وصفا دقيق، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ابتدأ بالصغيرة، بعض الأمور اللي يقول لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني هذه كلها تركيز. حنا أنا مرة دخلت في برنامج إصلاح الموظفين، وجمعناهم اللي عليه بعض الملاحظات، غياب، تأخير، ويوم كلهم مجمعين، كل هذول اللي عندهم ملاحظات مجمعين على حاجة واحدة، يقول جازونا، طبقوا علينا، خلونا نستلم زيادة، خلونا نعمل زيادة، بس لا تحطون في ملفاتنا شيء، نخشى على أنه لا يكون عندنا في الملف ملاحظة، نخشى أنه لا يكون عندنا سابقة علشان لا نقبل في الوظائف وتكون علينا. طيب ألا نخشى من كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إن يجي فيها تأخير عن الصلاة، إن يجي فيها غياب عن صلاة الفجر، إن يجي فيها عقوق للوالدين، إن يجي فيها هجر للأرحام، إن يجي فيها قطيعة، إن يجي فيها كذب، إن يجي فيها لعن، إن يجي فيها غيبة، نميمة؟ نخشى من كل شيء ولا نخشى من هذا الكتاب اللي الله سبحانه وتعالى وصفه؟ ولكن نبشركم ببشارة الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الكتاب تستطيع أن تحول ما فيه من سيئات إلى حسنات بحاجة واحدة بسيطة من جالس، أنك تستغفر الله وتتوب إليه، فيبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن. شوف مسألة أنك تتوب وتستغفر، كل هذا اللي في الكتب، لأنك لن تقوى على ملاقات الله سبحانه وتعالى، لن تقوى على أهوال يوم القيامة التي ترضع ترجم بولدها، والتي حامل يطيح حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلذلك استحمل لقاء الله سبحانه وتعالى وتهيأ لهذا اليوم بتوبة نصوح، حتى يطمس الله سبحانه وتعالى ما في هذه الكتاب من سيئات ويحولها الله حسنات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل صالح، وممن كتبت له الصالحات، وممن محيت عنه السيئات، عنا وعنكم وعن كل مسلم. الله يبيض وجهك أبيض ويرفع قدرك إياك.